ولسه في أكتر من كده سنين وأهليها أهلي أدم الكلام. أهلا بحضراتكم من جديد، وثلاثية أهلوية تفتح الطريق مجددا للبطولة الأفريقية. أكيد ثلاثية جميلة جدا أسعدت الجماهير الأهلوية كلها في كل مكان. شوط أول متوسط المستوى، لكن بتغييرات باتريس كالدرون الشوط الثاني أعتقد المستوى تغير شكلا وموضوعا، والأهلي اقتنص 3 نقاط احتل بهم المركز الثاني في المجموعة بعد الترجي اللي بقى رصيده 7 نقاط بعد فوزه على كامبالا سيتي اللي كانت متقدمة عليه بهدفين، لكن أنهى اللقاء ب3 أهداف مقابل هدفين. وكامبالا سيتي في المركز الثالث وتاونشيب في المركز الرابع. قلت لكم ان شاء الله الاهلي هيكون في المركز الثاني بعد هذه المباراه. ارحب بضيوفي الكرام مره ثانيه عشان نتكلم في هذا اللقاء الهام جدا.